رامز، هل هناك أخبار متداولة في أوساط حزب الله عن الخيارات المتاحة يعني لتشييع مرتقب لحسن نصر الله وسط يعني هذا الوضع الميداني جنوبا وفي ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا في يعني مع عدم صدور بيان من حزب الله بذلك؟ نعم معد، في ظل استمرار هذه الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت حتى ليلة أمس، بانتظار أن يصدر أي بيان عن حزب الله في هذا الإطار، هناك لا يزال نوع من الصمت بشأن هذا الموضوع من قبل أوساط الحزب، وأيضا في الشأن الآخر والذي هو الانتقال ومن سيخلف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على رأس الأمانة العامة للحزب، في ظل أسماء كثيرة يجري طرحها عن احتمالية أن يكون رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين هو الأمين العام المحتمل للحزب والذي سيخلف نصر الله في رأس هرم حزب الله، لكن هذا الأمر يحاط بكثير من السرية في ظل استمرار إسرائيل بملاحقة قادة حزب الله، وكان آخرهم أيضا عضو المجلس السياسي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، وبالتالي هذا الأمر ربما بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يقوم الحزب ببعض الترتيبات في هذا السياق، وبالتالي هذا مرهون بالمكان الذي سيحدده الحزب ربما لهذا التشييع وكيفية القيام بهذا الأمر في ظل هذه الحملة العسكرية غير المسبوقة والتي طاولت الجغرافيا اللبنانية التي ينتشر فيها الحزب، سواء في الجنوب بلدة البزورية التي يتحدر منها الأمين العام لحزب الله أيضا تتعرض للقصف وهي في محافظة أو مدينة بقضاء مدينة صور، وكذلك أيضا الضاحية الجنوبية تتعرض للقصف، وأشير فقط إلى أن حد البقاع هناك البقاع الشمالي استمرار هذه الغارات هناك أيضا لا يمكن الإغفال عن هذه الغارات، وكان هناك اليوم غارة على بلدة العين على مبنى بشكل مباشر أدت إلى وقوع عدد من الشهداء كذلك.